اهلا بحضراتكم معانا مره تانية عشان نكمل اخبارنا. حبينا بما ان عندنا قضيتين كبيرتين في هذه الحلقه، حبينا نعمل شيء مختلف، ناخد كل الاخبار الخاصه بلبنان وناخد اللقاء الخاص بلبنان، وبعدين نعود لجزء من اخبارنا العاديه، والاهم منها طبعا هو اخبار مجلس الشيوخ، وناخد لقائنا عن الانتخابات اللي هتحصل بكره. انتوا عارفين احنا بدانا الصمت الانتخابي من أول امبارح، بمعنى أنه لا يجوز الحديث أو استضافة مرشح أو الحديث عن مرشح بعينه أو باسمه، لأنه لابد أن يكون في فترة كده بتسمى الصمت الانتخابي في الدستور، علشان خلاص المواطن بيجهز نفسه أنه هو راح خلاص فترة أنه يسمع بقى من المرشحين خلصت، خلاص هو بيجهز نفسه بقى فين لجنتي، هروح فين، إمتى، إيه الوقت المناسب ليا، أخد بالي إزاي من صحتي وصحة اللي حوالي. المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري أعلن موافقة اللجنة النهاردة على قرار رئيس الجمهورية 404 لسنة 20 بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية الموقع في 30/3/20. خلال اجتماع اللجنة النهاردة بحضور الدكتور المصلحي علي المصلحي طبعا وزير التموين والتجارة الداخلية، وفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية مساهمة مالية بحد يصل إلى 700,000 يورو لتنفيذ المشروع، ويبرم بينها وبين مصر اتفاق ثنائي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع أو الاستفادة بالمساهمة المالية. المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الخير يا فندم. مهندس أحمد، أيوة، مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء النور يا فندم. يعني موضوع أسواق الجملة ده الحقيقة يعني موضوع فيه جزء تاريخي وفيه جزء اجتماعي، وتلاقي في وسط مثلا حي سكني مليء بالسكان تلاقي فيه سوق صغير كده، تسأل ايه السوق ده، يقول لك اصل اول ما جم كانوا اول ناس سكنوا هنا، بعد كده خدوا بيوت، والسوق مازال موجود جوه الاحياء السكنية. هل انتوا بتشوفوا ان المسألة معقدة، وكيف يمكن حلها للوصول باسواق جملة نظيفة بعيدة لها حرم يستطيع ان المواطن تصل منها الحاجات كمان من غير ما تكون بعيدة قوي، ويضاف تكلفة نقلها على سعر السلعة؟ يعني بص يا فندم، حضرتك زي ما حضرتك ذكرت كده، يمكن كانت تجارة الجملة في مصر منذ قديم الأزل هي يعني كانت بصفة بتقوم زي ما حضرتك بتقول كده، ما فيهاش نوع من انواع النظام او شبه نظاميه، فكانت بتبص بتلاقي كل بلد بتختلف في طباعها عن البلد اللي جنبها او المدينه اللي جنبها او القريه اللي جنبها، ما بداش يبقى في حاجه بشكل منظم الا لما انت شفت تجاره سوق الجمله بتاع بدايته بتاع العبور، وبعدين بعد كده بقى بتاع 6 اكتوبر. ولكن العالم كله بره بيبقى عنده النظام الأسواق الجملة أو الأسواق اللي بتبيع منتجات بالجملة سواء كانت سلع غذائية أو غيرها، بيبقى منظمة بطريقة أكتر، بيكون وراها مجموعة من الخدمات، وممكن كمان يقام كمان حواليها مجموعة من الصناعات. يعني بتلاقي إن في ناس بتقدم خدمات للتعبئة، للتغليف، للنقل، للشحن، ممكن تكمل أكتر ونقول إعادة تدوير مخلفات أو ريسايكلينج أو إعادة تدوير لبعض المنتجات، بتستفيد أنت من جزء مثلا من بعض الخضروات أو النباتات، والجزء الثاني أنت ممكن تكون بتتخلص منه. لا، في ناس بتاخد الكلام ده وتصنعه وبيقوم وراها صناعة. فتقدمت وزارة التموين انها تستفيد من الخبرات اللي احنا بنتكلم عنها او الشكل اللي احنا بنتكلم عنه، فكان من ابرز الدول المثيلة لنا في الظروف او التشابه ده كانت فرنسا واسبانيا. فهم في الحقيقة شافوا النظام او يعني التجربة اللي قامت بيها فرنسا في ادارة اسواق الجملة، وتقدمت برضو ايضا السفارة الفرنسية في مصر بعرض برضو مساعدة على تطوير الأسواق اللي موجودة الحالية اللي احنا بنتكلم فيها سواء الاثنين اللي موجودين، وإقامة كمان أسواق تانية. الأسواق التانية ده هي يعني في الآخر خالص هي بتكون في صالح المستهلك. يعني انت النهاردة لما بيكون جنبك حاجة
بتقدر انك انت النهارده بتوصل لها بالسلسله الامدادات بتاعتك، بتوفر فيها جزء كبير ان الحاجات ده هي موجوده على قرب منك او قرب من المواطن. فبتقدر انك انت النهارده بتخفض السعر شويه الناتج عن تكلفة سلسلة الإمدادات، إنك أنت تاخدها من مزارع ياخدها بعد كده مثلا لو احنا بنتكلم في حالة الخضروات أو الفاكهة، ياخدها تاجر جملة، ياخدها يوزعها من أي وسيط في النص يعني. لكن بالظبط لما توصل لك ممكن بسعر يعني ممكن يكون أعلى بكتير من التكلفة الحقيقية بتاعتها. هل أسواق الجملة المقترح عملها أو تطويرها أو نقلها، إيه الخطة اللي في دماغنا؟ وبعدين هو الاتفاق مكتوب إنه هو شراكة ثلاثية الأطراف، أنا مش فاهم، أنا شايف مصر وشايف الوكالة المانحة الفرنسية، الطرف الثالث هو إيه؟ المانح واللي هيقدم الخدمة نفسها بتاعت الإدارة، شركة الإدارة أو يعني اللي هتقدم لك الطرف الثالث اللي هو المساعدة الفنية، يعني اللي حد هيدي المنحة ومصر، واللي هيقدم لك الخدمة الفنية أو اللي هيقدها النهاردة هيقول لك عليها. إحنا عندنا الأماكن متوفرة، أعتقد إن هم هيفتتحوا حاجة قريب جدا في مدينة بورسعيد أو في محافظة بورسعيد، في حاجة هتتلوها بعدها في اسكندرية على حسب عرض خطة الوزارة، وهتتوالى في مدن بعد كده مدينة ورا مدينة. طيب سؤالي الأخير معلش يا باشمهندس، يعني هل يمكن إن إحنا كيف نستفيد من التجار؟ لأنه زي ما حضرتك تفضلت في أول الحديث وأنا كنت بحكي قبل ما حضرتك نورنا، مسألة إن الحكاية كانت شبه عائلية كده، فإزاي هنستفيد بالتجار هم اللي موجودين، بس هنقول لهم مثلا إن ده مكانك وده المكان اللي لازم ترمي فيه مخلفاتك وده المكان اللي لازم يفضل فاضي، وده الناس اللي هيحملوا من ما بين الجملة والتجزئة لازم تكونهم ليهم الشروط ديت، ليهم الكرنيهات ديت، ايه التصور التدريبي او التكيف معاهم يعني؟ بتكلم عليه اللي هو ايه؟ اللي هو المنحة اللي احنا بنتكلم فيها زي ما حضرتك شرحت بالظبط. التصور ده النهاردة هي المساعدة الفنية، يعني احنا النهاردة التجار موجودين وعندنا الامكانيات ونقدر نبني وعندنا المهندسين، ولكن الادارة بالشكل اللي هو الناس بقتنا فيه بخبره مش ما هماش ده اللي احنا اللي حضرتك بتتكلم فيه بالظبط. صحيح، بناء القدرات ده هي اللي حضرتك بتتكلم فيها النهارده، ان يكون في سيستم او في نظام للسوق كله بالكامل. زي ما حضرتك بتقول هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده الغرض من المساعده الفنيه دي. يعني احنا سعداء بانجازكم دوت، ونتمنى الخير لاسواق الجمله. المهندس احمد سمير رئيس لجنه شؤون الاقتصاديه بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود سيادتك معانا. والحقيقه انه احنا بنشوف حتى بره مصر هذه الاسواق حتى منها ما هو متنقل، يعني انا شفت في بعض العواصم الاوروبيه ان يوم الحد فقط هذه الساحه الكبيره اللي فيها كنب خشب لطيف وفيها بعض الأماكن المزروعة اللي بيقعد عليها المواطن يعني يرتاح، يوم الحد لغاية وقت معين من الصبح بدري لغاية الساعة مثلا 3 أو 4 بيبقى في ناس بتبيع سمك وناس بتبيع لحمة وناس بتبيع خضار وناس بتبيع فاكهة، وفجأة ترجع كل الأمور إلى طبيعتها، تلاقي المكان نظيف ولا في ريحة سمك ولا في ريحة فاكهة ولا في بقايا خضار ولا في مخلفات فواكه ولا ورود. انتوا عارفين برضو هم هناك بالذات في هولندا بيحبوا الورد وتجارته قوية هناك، فجأة يعود المكان إلى سابق ما كان عليه طول الأسبوع، والمواطن يقعد ويهدى ويتكلم ويستريح من مشوار طويل مشي مثلا. هل هنوصل لده؟ يا رب. خالد أبو طالب عضو مجلس النواب المصري يقدم طلب إحاطة لدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه لدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معاهد وكيانات وهمية كي تغلق وتغلظ العقوبات لأصحابها. وقال أبو طالب إنه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة من كل عام تخرج علينا عشرات المعاهد والكيانات الخاصة التي تعلن عن نفسها بأنها صاحبة الريادة في مجالات العلم والتعليم وتستخدم أسماء براقة تتشابه في مسمياتها أو ما ترفعه من شعارات مع كبرى الجامعات الأجنبية، وتحاول جذب الطلاب الجدد وهي في الأصل مراكز للنصب تسعى لتحقيق غير مشروع مكسب غير مشروع على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
طيب استاذ خالد ابو طالب عضو مجلس نواب، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. يعني هل المعاهد ديت في تخصصات معينه؟ هل هي بتدعي انها معاهد تجاريه، معاهد صناعيه، ام انها تدعي انها معاهد مثلا مؤهله للالتحاق بالاكاديميات والكليات يعني العسكريه او الفنيه او غيرها؟ يعني اغلب المعاهد بتكون كده، بتكون قايمه على نظم معلومات، على الحاسب الالي، وبالتالي بنفوجئ بعد كده ان الجامعات دي، ان المعاهد دي غير مرخصه وملهاش اي ترخيص. انا معرفش يعني ازاي وزاره التعليم العالي سامحه بالكلام ده، هو برغم ان في اداره مختصه بشؤون المعاهد سامحه بان الكلام ده يتم على حساب الطلبه والابناء المصريين. المعاهد دهيت بتاخد منهم فلوس بالالوفات، وفي الاخر بيجوا يفاجئ الطالب بعد ما بيخلص ان الشهاده بتاعته غير معتمده عشان ما لهاش ترخيص. يعني زي اللي حصل على الثانويه العامه فقط لا غير. ايوه يعني انا مش فاهم استاذ خالد، يمكن حياتك ما سمعتش سؤالي. يعني هي معاهد تجارية مثلا بتدي تجارة زي معهد التعاون مثلا، فهي بديل بقى بس وهمي، ولا هي معاهد ايه بالظبط؟ ايوه هي اللي هي بتشتغل بتعلي عن المعاهد دي، لما بتعلي عن نفسها على صفحات الميديا بيقولوا المعهد التجاري كذا، او معهد معهد متخصص في ادارة في ادارة الاعمال، معهد متخصص في شعب في نظم معلومات، الكلام ده هو. وفي الاخر انا ما بتكلمش على الماده اللي بيحتويها المعهد او الماده اللي بيدرسها المعهد، انا بتكلم على اعتماد المعهد. ايوه يا فندم، ما انا ليه بسال عن الماده؟ يعني انا دلوقتي طالب في معهد نظم معلومات وهمي، مش هروح اقول لهم اين هي النظم واين هي المعلومات؟ مش هلاقي موقع للمعهد؟ مش هلاقي، ولا في مواقع بس من غير شهادات؟ لا، هي يا ريس حضرتك برضو النقطه مش وصاله. في مواقع وفي بالفعل المعهد بالفعل بيكون موجود، انا ما قلتش ان المعهد ان الكيان ده هو مش موجود. يعني الكيان موجود والطلبه رايحه جايه ومفيش اصلا شهاده معتمده؟ مفيش شهاده معتمده. يا نهار ابيض، يعني حتى لما بيتخرج على انه حاصل على ثانويه عامه. انا مش بتكلم على التخرج يا فندم، ازاي يعني الدوله سايبه الطلبه دي رايحه جايه كانه مثلا سنتر للدروس الخصوصيه مثلا؟ بالظبط كده. يعني هو كده يبقى المعهد ده هو بالنسبه لنا معهد تثقيفي فقط لا غير، مش معهد دراسي. معهد تثقيفي مش معهد دراسي، هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. ده غير بقى النقطه الثانيه، الجزئيه الثانيه اللي حضرتك بقى بتتكلم فيها، ان في معاهد النفس ده هو بيقول لك مكاتب الاداره بتاعتنا، المكاتب بتاعتنا لاستقبال الاوراق ودفع الرسوم في المكان كذا، بيكونوا مأجرين شقه اللي هي الايجارات الجديده، يدخلوا يستقبلوا الرسوم وياخدوا الاوراق، وتبص تلاقي عمليه النصب تمت، مفيش اصلا معهد اصلا موجود، يعني كيان نفسه معهد موجود. طب هل يا فندم في واقع حضرتك؟ الكلام ده واقع، احنا شفناه بالفعل، يعني حاجه مش جديده علينا ولا حاجه تدل على ان احنا بنستغرب. الكلام ده واقع واحنا كلنا شايفينه، والاغلبيه في مصر عارفينه، ومنظومه التعليم العالي في مصر عارفه على علم بالكلام ده هو. فانا بتكلم احنا ليه ساكتين لحد دلوقتي على المنظومات دي، على الكيانات اللي هي بتضحك على الطلبه؟ طبعا. انا معلش، انا لما بيكون طالب جايب مجموع قليل ملهوش، مش جاي معايا في التنسيق، فانا كوالد كاب عايزه يتخرج باي شهاده. ايوه. طب اروح التجئ زي الغرقان الغرقان بيتمسك بقشاير، طب اروح التجئ لاي جهه تديله شهاده معتمده وخلاص. طب يا فندم اسمح لي اسال حضرتك، هي وزاره التعليم العالي مش بتنزل لسته بالكليات والمعاهد المعتمده لديها، ولا برضو في خضم بقى المجاميع ونلحق ايه وما لحقناش؟ الواحد ما بيبصش. هقول لحضرتك على اللي بيتم في التعليم العالي. التعليم العالي بينزل لسته زي ما حضرتك بتقول باسماء الكليات والمعاهد. أيوة. اللي تابعين لها، وبتقول ان هم دول اللي تابعين ليا، وحتى الخاص كمان تابع ليا. أيوة. لكن انا المجموع اللي ابني جابه مش للاسف مش محصل اي حاجه من دول. فبضطر ان انا التجئ لاي اشياء تكون متواجده تقول لي انا هدي ابنك شهاده، اخد شهاده وخلاص. طب يقول لي ده انا معتمد مثلا من الجامعه البريطانيه مش عارف فين، معتمد من الجامعه الاستراليه مش عارف فين. فالكلام ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بنفوجئ بعد كده ان اولا مكاتب نصب شغاله بياخدوا الاوراق، وكمان ايه، مكاتب نصب مش شغاله ان هم ياخدوا فلوس بس، بياخدوا كمان الاوراق، الاصول بتاعت الاوراق. طبعا ممكن بقى يستفيدوا بكل البيانات الشخصيه دي. طب يا فندم، توقع حضرتك لسير هذا الطلب بطلب الاحاطه، هل في خلال ايام قليله نلحق نفسنا السنه دي يعني؟ نلحق نفسنا السنه دي لو في ضغط، يعني ان شاء الله باذن الله بعد انتخابات الشيوخ، وان كنت من خلال منبر حضرتك بدعو للمصريين طبعا للمشاركه في انتخابات الشيوخ 11 و12 اغسطس بكره وبعده يا فندم.
ان شاء الله، ما هو بكره وبعده 11 بكره وبعده. بندعو المصريين المواطنين الشرفاء المخلصين اللي بيحبوا فعلا الوطن، بنقول لهم يا جماعه شاركوا، لان المشاركه بتاعت حضرتك مش افاده شخصيه لاشخاص معينين، ولكن هي افاده عامه للمصلحه العامه للوطن بالكل. صحيح، بشكرك جدا. نرجع لموضوعنا واقول لحضرتك ان لازم بعد انتخابات الشيوخ ان لازم يكون تحرك واجراء من وزاره التعليم العالي بالتعاون مع وزاره الداخليه في القبض وغلق المراكز اللي المكاتب اللي هي بتشتغل على الطلبه دول. صح، ومراجعه الاوراق اذا كانت حاجه سليمه ندرجها معانا ونقول اذا كانت حاجه سليمه يقدموا على طلب الترخيص ومفيش مفيش مشكله. انا كل اللي عايزه ان بعد كده الطالب لما يجي يتخرج يبقى معاه شهاده معتمده، ايا كان بقى هيشتغل بيها مش هيشتغل بيها، هيركنها هيبروزها، ده شيء يرجع له هو. لكن صحيح. انا كل الفكره ان الامر يكون معتمد من وزاره التعليم العالي. الحاجه الثانيه ما اسمحش لحد ان ينصب على مواطن مصري. طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سياده النائب خالد ابو طالب عضو مجلس النواب، والحقيقه ده موضوع مهم جدا. طيب وزارة البترول والثروة المعدنية أطلقت مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر للمساهمة بمبلغ 5.4 مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية تشمل ملابس، أقنعة، نظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والتعاون مع مؤسسة مصر الخير اللي قامت بشراء المستلزمات بعد موافقة وزارة الصحة ضمانا لتوفيرها طبقا للمواصفات المطلوبة. الشركات المشاركة في المبادرة قامت النهاردة بتسليم الدفعة الأولى من المستلزمات بمقر وزارة الصحة بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والكيميائي جمال فتحي مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية. والمبادرة يشارك فيها شركات شل، أكسون موبيل، توتل، شلامبرجي، بيكتل، فينترسال، كويت، يعني الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الشركات، بقى مش هقدر أقولها كلها، لكن يسعدني يكون معايا على الهاتف أستاذ الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي وخبير الطاقة وتغير المناخ. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. يعني دكتور، تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. دكتور ماهر، يعني ده المستلزمات دي علشان تستخدم في وزارة البترول ولا ايه؟ مش فاهم قوي البروتوكول يعني. لا، الحقيقة المبادرة بتستهدف تقديم يد العون لوزارة الصحة والسكان. اوكي تمام. وانا الحقيقة انا شايف ان ده اتجاه محمود طبعا من الشركات العاملة في قطاع البترول باعتبارها شركات بتتمتع ب ثروات وفيرة ومكاسب جيدة. أيوة. وبالتالي هي بالمبادرة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزز مبدأ مهم جدا احنا بنسميه corporate responsibility. corporate responsibility ده معناه المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للشركات. صحيح. وبالتالي الحقيقة هذا تقليد محمود يجب أن تشارك فيه معظم الشركات التي تشعر بمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الإنسانية. احنا شفنا مبادرات شبيهة رصدناها من تنسيقية الأحزاب ومن أكتر من مجموعة من الشركات والمصانع فعلا لمد يد العون لوزارة الصحة لتوفير هذه المستلزمات الطبية يعني. بالضبط. والحقيقة يعني حتى لو كانت وزارة الصحة مكتفية والدولة بتضع تحت تصرفها إمكانات ضخمة زي ما عهدنا من بداية مواجهة الجائحة وكانت الجهود على أعلى مستوى، حتى لو كان، لكن المبادرة لها رمزية ممتازة، وهي إن كل أطراف المجتمع تتكاتف معا، وكل القطاعات، قطاع البترول يجب أن يتكاتف مع قطاع الصحة. صحيح. وتمتد أيدي التكاتف والتكافل بين قطاعات المجتمع ككل. كمان ده بيعطي أهمية للموضوع نفسه، يعني مواجهة الجائحة لا تزال أمرا مهما جدا على مستوى جميع الأصعدة. أنا شايف أن الناس ابتدت تتهاون
قيود العزل العام والتباعد الاجتماعي، خفض ساعات العمل، خفض العمالة. احنا ابتدينا نتهاون في هذه الإجراءات رغم أن الجائحة لا تزال خطيرة ومهددة لسلامة الناس. علشان كده المبادرة دي حقيقة بتحيي هذا الاهتمام وهذا الحرص، وكمان بتعزز زي ما قلت لسيادتك المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للشركات. أنا بشكر سيادتك دكتور ماهر، وتوعدنا باللقاء قريب علشان نتحدث عن هموم الطاقة في مصر وما حولها، عشان نشوف المشروعات اللي اتكلمنا فيها كتير مع سيادتك قبل كده من تصدير الطاقة بأنواعها وصلت لفين. يسعدني جدا يا فندم. جزيل الشكر للأستاذ دكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي وخبير الطاقة وتغيير المناخ. والحقيقة إنه المسؤولية الاجتماعية اللي تحدث عنها دكتور ماهر كانت بتقتصر في الشركات على عمل حضانة وعمل قاعة مناسبات للعزاء، لا، الموضوع أكبر من كده. المسؤولية الاجتماعية فعلا زي ما تحدث دكتور ماهر، إن أنا كقطاع ميسور الحال وشركات فيها فلوس وفيها سيولة، أنا لازم أسند الدولة في الظروف بالذات الاستثنائية يعني. طيب، عندي خبر عن طرح مصر لسندات خزانة أو أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه. البنك المصري طرحها النهاردة، بدأ مرحلتين، هتبتدي مرحلة منها النهاردة ب 3.5 مليار جنيه لخمس سنوات، والمرحلة الثانية هتكون 3 مليار لعشر سنوات. الحقيقة إنه الموضوع ده يعني موضوع طبعا بيوزن عجز الموازنة والظرفية اللي حطتنا فيها جائحة كورونا، لكن هو في الناحية التانية هو موضوع مهم، انه هذه السندات بتوزع في الخارج، فلو لم تكن القدرات الاقتصادية والحكومية والاصلاحات اللي اجريت في مصر منورة ولها ارقام وليها دلالات، والمؤسسات العالمية زي ما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات، اكبر ثلاث مؤسسات اقتصادية في العالم، ستاندرد اند بوردز وفيتش ومش فاكر الثالثة اسمها، ايوه اسمها بلومبرج، يعني دي اكبر ثلاث مؤسسات في العالم بتقيم الاقتصاد. لو لم تكن تقييمنا في منطقة جيدة زي ما أشادت هذه المؤسسات، هتلاقي السندات وأذون الخزانة دي محدش أصلا مقبل عليها، لأن دي بفوايد ودي بتكلف الدولة، والفوايد حوالي يمكن 8 وشوية في المية. يعني نتمنى كل الخير لمصر في المرحلة القادمة، خصوصا اقتصاديا وماليا، بعد ما مصر نهضت نهضة كبيرة في السياسات المالية والبنكية خلال المرحلة الأخير. طيب، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بيكشف أنه ستنطلق المرحلة الأولى من التنسيق، هو النهاردة كان بيزور أحد مكاتب التنسيق وبيطمئن، يوم 22 أغسطس بعد انتهاء اختبارات القدرات. أضاف وزير التعليم العالي خلال الجولة بمكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي بجامعة عين شمس أنه بيتم التأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من الطلاب ومن الموظفين قبل دخول مكتب التنسيق، وطبعا عدم وجود عدد كبير أمام نفس الشباك، ما يبقاش فيه تزاحم، ما يبقاش فيه طوابير. كل التوفيق نتمناه لأبنائنا طلاب الثانوية العامة. دقايق صغيرة وأرجع مع حضراتكم عشان نتكلم عن التصويت في الانتخابات مع ضيفنا. تفضل.